السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير، وهاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا ربي امين. اليوم غادي نديروا مع بعض حوته في الفران. انا في صراحه الله حليتها، هي البطله ديال الحلقه، حليتها من الدار. قلت لي يفتح عليا من الدار كنكور باش نعمرها، ولكن تغيرت عندي الفكره، غادي غير نشرملها مزيان ونعمرها مع ونديرها معكم في الفران عادي بالخضاري. شوفوا شنو عندنا. اول شيء المزود، عرفتي فلفله حاره ما يمكنش الحوت بلا فلفله حاره. عندنا البطاطا صغيره، انا غندير بطاطا صغيره. الا عندك بطاطا كبيره تقرديها هكا غونديل وتسلقيها نص سلقه. عندنا الفلافل الالوان، عندنا الثومه حامضه، عندنا لي طوماط سوريز الا ما كايناش حتى هي، ديري مطيشه عاديه وتقرديها دوار دوار. عندنا خيزو حتى هو غادي نسلقو وغادي نعاودو نتلاقاو باش نشوفو الخضر بعد ما قديتها. المنسمات بيان سور، ما كاينش الحوت بلا منسمات. عندنا جوج عروش ديال الازير وقزبر ومعدنوس، وعندنا الزعتر وجوج اوراق ديال الرند. وان شاء الله غادي نقاد الشرموله ونقرد الخضره ديالي ونسلق اللي بغيت يسلق، ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم شنو درت. السلام عليكم البنات، رجعنا باش نكملو المقادير ديال الحوته ديالنا. نشوفو الطريقه كيفاش كدير بهيجه، وهانتوما معايا. ضروري هذا البنات، بالنسبه لهادي كنفلحوها، انا فلحت هذوك كنفلحوها باش هكا تتفقع في الفران وكيدخلها الشرموله. بالنسبه للبطاطا سلقتها نص سلقه، خيزو سلقته نص سلقه. بالنسبه للشرموله دايره هنا البنات نص معلقه كمون، نص معلقه سكنجبير، راس معلقه قزبر يابس، راس معلقه بزار، نص معلقه خرقوم، نص معلقه ديال ومعلقه ديال التحميره. البنات عرفتوا الحوت يبغي التحميره. هاد التوابل ديالي هما اللي درت، غادي نديرهم نزيدهم على القزبر ومعدنوس والثومه مدقوقين. وهذا القزبر ومعدنوس راه مدقوق مع الثومه، راكم عارفين مع الثومه ومع الملحه. غادي نخليها على جنب. وغادي ندوز باش نفلح شويه هاد الحوته باش تدخلها الشرموله في الفران. انا بصراحه كما قلت لكم كنت فتحتها على اساس انها غادي نعمرها، ولكن ما كتبش. انا غنديرها غير هكا، ومن هاني ديك الفلحه غادي يدخلها، هذيك الفتحه الكبيره غادي يدخلها، دخلها الشرموله مزيان وتجي محمضه ان شاء الله. انا غنشرمل معكم البنات الحوته ديالي، صراحه الله غندير يديا حيتاش ما يمكنش ما خدمتيش بيديك بحال ما درتي والو. ندخلو شويه ديال الشرموله في هاد الفتاحي، دوزو عليها كامله. البنات كيخصكم لابد تحيدو هاد النغانغ ديال الراس، تيحرروا تيطلقوا واحد المذاق حار في المرقه وتيحرروا لكم الخضره. وهذا شرمل هادشي، نزيد الشرموله مزيان. سمحوا لي على الصوت البنات، راه ضاربني البرد حالتي. هذا ما كان البنات، ها هي تهلينا في هذا الفلاح الشرموله. اش باقي بغات؟ هكا غادي تبقاو معايا ان شاء الله بالصور البنات. غادي نزيد نشرمل البطاطا، نشرمل الخيزو، ونبدا كنحط في المقادير ان شاء الله. وها نتوما معايا، وغادي نضيف المنسمات اللي ضروريا. وبالنسبه لهاد الشرموله البنات راه فيها نص حامضه، انا ما تنكثرش الحامض بزاف على ود الدراري. اللي كيبغي الحامض مزيان وتجي الامور محمضه يدير حامضه كامله عصير ديالها. وبالنسبه لهادي راه الفلافل الوان، شوفوا هادي البنات عاد فين كانت غابره ما قطعتهاش. المهم ايه هكا غير كنقطعو تقطيع عشوائي وصافي. هانتوما معايا البنات، غادي نجيب المول ديالي اللي كندخل الفوق، غادي نحط المقادير كلهم قدامكم وغادي تتابعوني ان شاء الله بالصور.
ثانية البنات رجعت لكم بعد ما استفدت الخضاري ديالي وحطيت الحوتة كل شيء. هاد الشرمولة غادي نزيد عليها شوية ديال 2 معالق ديال الماء البنات. نزيد عليها زيت الزيتون اللي ضرورية حتى الاخر، ونعاودو نزيدو شوية فوق الحوتة ديالنا باش الخضرة كلها تشرب الشرمولة. وهاد الحكيكة ديال الزعتر اللي دار فورية ها ازير مع ورق سيدنا موسى راه كيدير واحد الاضافة ما نقولش لكم. هذه هي السوينيه ديالي بعد ما كملتها، درت فيها كل شيء المقادير اللي وريتكم وتابعت معكم الحكيكه الزعتر. وضروري واحد الخويطات ديال زويتات العود من الفوق، ضروري زويته بلديه ولا العود ولا زيت الزيتون كل واحد شنو كيسميها. وغادي ندخلها ان شاء الله للفوق، غندير ليها لو بابي سولفيغيزي ولا ورق الزبده فوقهم لو بابي الومنيوم باش البنات، حيت راه ما يمكنش لو بابي الومنيوم بدا كيقيس لنا الطعام ديالنا ولا الاغذيه ديالنا ولا هذا، ضروري داك لو بابي سولفيغيزي. ندخلها الفوق غادي تطيب على 200 درجه، وملي طيب غادي نتلاقى معكم باش نوري لكم الحوته ديالي بعد ما خرجت من الفران. البنات انا رجعت لكم بعد ما جبت اللاطه ديالي من الفران، لاطه ديال الحوت بالخضاري ها هي كتشوفها قدامكم. نتمنى الاعجاب ديالكم، راه هي راه كتبقى في الفران حتى كتحمر نيت مزيان، كاين اللي تيحمر اكثر من هكذا. نتمنى الاعجاب ديالكم والسلام عليكم.